جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. بمعنى هل نحن قادمين على فترة متاع محاصصات حزبية، حسابات سياسية، أو حقيقة قادمين على مش نشمروا على يدينا وندخلوا ديريكت نخدموا في البلاد والشعب؟ هذا المطلوب. المحاصصات الحزبية هي عقلية من يعتبر الحكم غنيمة وخدمة مصالح شخصية أو فئوية، أما من يعتبر المسؤولية هي خدمة للمصلحة الوطنية فهذا ما يدخلش في منطق المحاصصات. اليوم تلقوا رواحكم قدام انكم تنجموا تمدوا يدكم مع الحزب الثاني في الترتيب والا قدام حسابات اخرى؟ هذا ما لا يمكن الحكم فيه الا بعد مشاورات مع جميع الاطراف. وقتنا نقول جميع الاطراف مش فقط الاطراف السياسية، ايضا الأطراف الاجتماعية، يعني منظمات المجتمع المدني عندها كلمتها. تونس تتميز على كثير من البلدان الأخرى بأنها ما عندهاش فقط طبقة سياسية، ما عندهاش فقط أحزاب سياسية، وإنما عندها أيضا مجتمع مدني ومنظمات جماهيرية عندها كلمتها. ولولا المجتمع المدني والمنظمات وهذه المنظمات العريقة لما أمكن الحوار الوطني أن ينجح مثلا، ولكانت تونس تكون في وضع آخر، قد يكون أخطر. ولكن الأكيد هو أن القرار لا يمكن أن يكون إلا لمن يفوز بالمرتبة الأولى، يعني طبعا. الآن حركة نداء تونس. طبعا طبعا، ولكن حركة نداء تونس من الطبيعي أنها تكون هي صاحبة المسؤولية الأولى في تشكيل حكومة، ولكن على الحركة أيضا مسؤولية حسن إدارة الحوار مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل إيجاد أفضل التوافقات التي تخدم المصلحة الوطنية. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.